السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. عايز أحكي لكم كده على اتنين صحاب اتقابلوا في الشارع واقفين بيتكلموا، فواحد فيهم شرب مية عادي، الدنيا حر طبعا واقفين في الشمس، فعطش فشرب حاجة عادية خالص. فصاحبه بصله باستغراب وقال له ايه ده، هو انت مش صايم؟ قال له لا مش صايم. فالتاني استغرب قوي، فصاحبه بيسأله هو ايه وجه الغرابة في كده؟ قال له احنا في العشرة من ذي الحجة. قال له طب ما انا عارف، مش واخد بالي، يعني ايه المشكلة بقى؟ قال له المفروض نصوم لحد العيد. فصاحبه قال له ازاي يعني؟ قال له المفروض صيام رمضان، انما اللي انا اعرفه ان التسعة ايام والعشر ليالي بتوع ذو الحجة دول التسعة ايام الصيام بتاعهم مش فرض. طبعا احنا هنتكلم النهاردة مع ضيفنا الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف، وهنفهم حكم صيام الايام دي، لانه احيانا الناس ممكن من كتر ما بتعمل السنة او سنة معينة يتعودوا عليها فتتحول كده وتاخد شكل وحكم الفرض. ده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة مع ضيفنا الشيخ احمد. اهلا بك يا شيخ احمد. الله يخليك يا رب، ربنا يكرمك ويحفظك. كل سنه وحضرتك طيب. امين يا رب. امين. ربنا يكرمك يا رب. احنا عايزين يعني النهارده نتكلم في النقطه دي، انه يعني احنا لازم نبقى دايما مفرقين بين الفرض وبين السنه وحكم الايام دي، وازاي ان ممكن من كتر ما احنا تعودنا على حاجه نعتبر ان هي حاجه كانها فرض، بس هي مش فرض. انا لو عملتها هاخد الثواب، لو ما عملتهاش مش هاخد الذنب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم آمين آمين آمين. في الحديث في مسلم لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ما الإسلام؟ يعني سيدنا جابر يقول كنا نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. راجل جاي من بعيد وصوته عالي جدا، سمعين صدى صوت بس مش فاهمين هو بيقول ايه. لغايه لما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول له يا رسول الله ايه الاسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. فقال يا رسول الله هل علي غيرها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا الا ان تتطوع. يبقى أنا عندي كده النبي عليه الصلاة والسلام أخبره باللي هي الأركان أو الفرائض زي ما احنا بنقول. أنا علي دلوقتي ركن من أركان الإسلام هو الفرض الواجب على المسلمين، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، إيه هي الأيام المعدودات؟ اللي هو شهر إيه؟ شهر رمضان، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال النبي مرة ثانية أو هكذا وهكذا، وجي في المرة الثالثة راح قايل وهكذا، فعقد إيه اللي هو 29، يعني يا إما 30 يا إما 29. فشهر رمضان هو الفرض. ده رمضان. ده رمضان. فالراجل بيقول له يا رسول الله إيه الإسلام؟ فقال له أن تصوم شهر إيه؟ رمضان. قال له طب في حاجة تاني؟ قال لا إلا أن تتطوع. فما عدا صيام شهر رمضان هو من باب الإيه؟ التطوع. من باب التطوع وليس من باب الفريضة. طيب ايه حكايه بقى صيام 9 من ذي الحجه دي؟ اولا صيام 9 من ذي الحجه او صيام 6 من شوال او صيام الثلاث ايام من كل شهر او صيام الاثنين والخميس او صيام اليوم الاول من اول 10 ايام من كل شهر عربي اللي هو يوم 1 ويوم 11 ويوم 21، كل الايام دي كلها من باب الايه؟ من باب التطوع. النافله، من باب التطوع سنة. مش من باب الفرض. بس سنه يعني دي ممكن احيانا بعض الناس تقلل من شان السنه. لا، هي سنة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان لابد أن يتشبث بسنة رسول الله إن استطاع ذلك. فلو الإنسان مش قادر اللي هو ما يصومش ما يصومش، ما عندناش وهو مش فرض أصلا المسألة دي. طب إحنا ليه بنقول الصيام في 9 من ذي الحجة؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر. وأنا عاوز أقول إن الصيام ده هو عمل صالح ولا مش عمل صالح؟ لا شك أن الصيام عمل صالح. وبعدين إيه بقى اللي يخليني أصوم أصلا؟ أولا حديث أبي أمامة إن بيقول أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشا، قال فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني الشهادة وأنا في الجيش ده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا. ثم جاء مرة أخرى فأنشأ النبي جيشا آخر يعني،
فقال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا. فقالوا المرة الثالثة نفس الكلام. فقال يا رسول الله يعني جئتك تترى ثلاث مرات أسألك أن تدعو لي بأن يرزقني الله الشهادة. فقلت اللهم سلمهم فسلمنا وغنمنا. طيب ما دلني على عمل أدخل به الجنة. طب أنا يعني هو فاكر أن الشهادة دي طريق على طول اللي هو الطريق السريع إلى الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي رواية لا عدل له. مفيش حاجة تعادل الإيه؟ تعادل الصوم. فكان أبو أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه لا يرى في بيته دخان إلا إذا اعتراهم ضيف. طب ده من باب الإيه؟ من باب التطوع مش من باب الإيه؟ من باب الفريضة. خلاص الواجب علينا اللي هو رمضان. فعند أحمد رضي الله عنه في المسند إن كان أبو أمامة وامرأته وخادمه كانوا صياما، كانوا على طول إيه دايما بيكثروا الصوم في سبيل الله تبارك وتعالى خاصة في وقت الحر. طيب أنا لو صمت في وقت الحر إيه ده بيخفف عني اللي هو الموقف شدة الموقف يوم القيامة كما ورد ذلك في عدة أحاديث. لكن يبقى السؤال هو حصل كده بيحصل بعض الاختلافات، هو النبي صام ولا ما صامش في التسعة أيام دول؟ تسعة أيام هو النبي صام ولا ما صامش؟ أولا صيام تسعة من ذي الحجة دول سنة بقى ولا فرض الأول عشان نتكلم؟ سنة مش فرض. طب نيجي بقى للسؤال الثاني بقى، هو صام ولا ما صامش؟ حتى لو ما عرفتش ده، هو الصيام من العمل الصالح ولا مش من العمل الصالح؟ من العمل الصالح. عندي بقى حديث في أبي داود من حديث حفص أعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر. عندي حديث كده. فواحد يقول لي طب ما أنا عندي حديث آخر، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها هي بتقول أنا ما شفتش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصوم تسعة من ذي الحجة. طب نعمل إيه؟ فأنا عندي قاعدة أصولية إن في حديث يثبت صيام النبي وحديث ينفي صيام النبي عليه الصلاة والسلام، مع إن الصيام سنة مش فرض. طب نعمل إيه؟ فكما قال علماؤنا رضي الله عنهم والمثبت مقدم على النافي. الحاجة اللي هي تثبت الأمر مقدمة على الإيه؟ على النافي. طيب لكن أنا بقول يا جماعة وتتأكد هذه السنة اللي هو يوم إيه؟ يوم عرفة. لأن صيام يوم عرفة يكفر سنتين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان هنا مش معذور على فكرة إنه ممكن يترك الصيام. بمعنى إيه مش معذور؟ إن أنت لو أنت معذور في العشر الأواخر من رمضان اللي أنت مش عارف ليلة القدر، فبنقول لك أقم العشر الأواخر اللي هو من آخر العشر أيام من رمضان عشان أنت مش عارف ليلة القدر فين في أي ليلة. لكن دلوقتي النبي قال لك خلي بالك ده يوم اسمه يوم تسعة ذي الحجة، واليوم ده يباهي الله به الملائكة، واليوم ده بيكفر صيام ويكفر سنتين. كل ده من باب الحث على الإيه؟ على الصيام. فأنت بقى مش معذور اللي أنت تقول لي معلش ما تكونش ظالم لنفسك، لكن ياريت تكون إنسان مقتصد أو سابق بالخيرات وسأل ربك تبارك وتعالى أن يرفع عنك الخطايا وأن يرفع عنك الإيه؟ الإثم، وسارع في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آخر حاجة أنا عاوز أقولها بس اللي هو يا جماعة كما في الحديث من أراد أن يعلم أو أن ينظر ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. أنت عاوز تعرف مقامك زي ما بيقولوا كده، مقامك حيث إيه؟ حيث أقامك. فأنت شوف مقامك. فواحد بيقول لي أنا مش قادر، ما تصومش براحتك ما فيش مشكلة خالص. بالمناسبة ابن مسعود رضي الله عنه ما كانش بيصوم اللي هو اثنين وخميس وثلاث أيام وبتاع، كان لا يكثر يعني من النوافل. فليه؟ فبيقول أنا ضعيف والصيام ممكن بيضعفني أكتر، وأنا لما بضعف بصلي وأنا قاعد، وأنا الصلاة أحب إلي من الصيام. دي كانت فلسفة ابن مسعود، وده صحابي من صحابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد أضرب نفسه. طبعا. بس المهم قدم. طب أنا لو ما صمتش ما فيش مشكلة، بس أكثر بقى من ذكر الله، أكثر من الإنفاق، أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من عمل الصالحات، يعني أكثر. فأنا بقول لك الحديث إذا أردت أن تنظر ما لله عندك أو ما لك عند الله فانظر ما لله إيه.